السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن شاء الله تكونوا كامل بخير. بالنسبة لهذا الفيديو كنت درته معكم من قبل بدون صوت، ودركا يعني رجعت درته بالصوت لأنه بزاف طلبتوا مني إني ما نزيدش ندير بس يعني بدون صوت لأنكم تحبوا تسمعوني وأنا نصور الفيديو. راح نعاودو يعني هذا بالنسبة للناس اللي مهتمين إنه يعاودوه بالصوت. اول حاجه بديت بالملابس، حطيتهم في الغساله، درت لهم المسحوق. المسحوق هذاك تاع لوشا ما يعجبني، مش مسحوق ليكيد، هذاك ما يعجبنيش نهائيا. كان يعني كان شراه لي وكان اوبليجي عليا نستخدمه، لا رائحة ولا نظافة، صراحة ما فيه حتى فائدة. أحيانا كي نستخدمه كي تكون عندي ملابس متسخة بزاف نغسلها ساعة بيدي باش اللوحة في الماشينة. معليش عاود خلاص خلاص لي ما نزيدش نجيبو خلاص. هنايا بعد ما الغسالة راهي كملت الغسيل، هنا بعد ما كملت بعد ما حطيت الملابس في الغسالة درت المحاجب. المحاجب كنت شاركتها معاكم من قبل في روتين اخر وراني كتبتها في العنوان، كنت شاركتكم بالتفاصيل لانكم بزاف سقسيتوني على التفاصيل تاعها. اذا حبيتو ثاني نعاودها في فيديو مستقل لوحده ان شاء الله، راح نقدمها لكم قريبا ان شاء الله. هنا قصيت البصل تاعي وحطيته في هذه الرحايه العجيبه، هذه نسميها العجيبه. احسن حاجه احسن حاجه تقصها هي البصل، تقصوا روعه كيما تحبي. المحاجب خاصه اللي ما يحبش ما يحبش محجوبه تاعو حرشه، ولا ما يحبش البصله تكون مكسوسه كبيره بزاف كيما الاطفال ثاني ما يحبوش الامور هذه. هنا راح تجيك يعني تقصها لك قد قد. درت لاصوص عادي كيما شاركتها معكم من قبل، كيما قلت لكم عجنت العجين وخليته يرتاح هو ولاصوص، خليتها ثاني تبرد. لاصوص درت عادي، بصله، طماطم، طماطم تاع الباط، التوابل اللي نديرهم كيما الفلفل العكري، شويه ثوم، شويه فلفل كيما تعرفوا، وخليتها تبرد. رحت فوت للدوش بديت نظفو. هذا المنظم البنات كنت شاركته معكم من قبل، عيبه الوحيد انه يتصدد، وصراحه ما لقيتلوش حل. حاولت نصبغه بهذيك الصبيغه هذيك اللي كنت شاركتها معكم من قبل، واللي بزاف سقسيتوني عليها وقلت لكم بلي جبتها من عند يعني نقول لكم بلي جبتها من عند الكانكيري ب 25000، كي الالوان اللي تحبي. المهم البنات اذا لقيت طريقه اني كيفاش نتخلص من الصدأ هذاك اكيد راح نقول لكم، يعني راني نحوس كيفاش نلقى طريقه اني نسبعو. راح نجرب يعني بزاف قالوا لي ديري الفرني، راح نجرب الصبيغه العاديه نجربها ونجرب الفرني لانه الفرني يعني ما فيهش اللون. المهم صراحة البنات درك نحوس، إذا لقيت الحل أكيد راح نشاركم لأنه عند بزاف منكم وحبيت يعني نفيدكم وأنا أيضا نستفيد. هنايا غسلت هاد القراعي تاع الشامبوان والمنتجات اللي نستخدمهم لأنه الدوش كما نعرفوا ولا الحمام في العادة فيه الميديتي، خاصة في المناطق اللي أصلا قريبة للبحر ولا فيها الميديتي راح دير واحد الغموليه ولا واحد الريحه تاع الميديتي كامل تعرفوها. هنا هذو القطع الصغيره كيما القراعي كيما هذا البايط كيما اي حاجه يحكموا الرائحه، وساعات نخفلوا عليهم وقد ما ننظفوا قد ما ننظفوا تكون الريحه في الدوش تاعنا ولا في المطبخ ولا في اي مكان. يعني حاولي احيانا تخصصي وقت صغير انك تنظفي هذه الامور باش تخلصي من الروائح الكريهه، وفي نفس الوقت تعقمي المكان تاعك وتحمي الاسره تاعك من هذه الامور هذه. هنايا ثاني بشكل دوري يعني نظفت المشاطي تاعي، كل مره ننظفهم. تقدري ديري لهم الخل كما قالت لي اخت في التعليقات، انا احيانا ندير لهم الخل واحيانا ندير لهم نغسلهم بالجافيل ولا الايزيس. اذا تحبي ديري لهم الخل اكيد راح يكون احسن. هنا المرايه غسلتها هكاك بصابون لكن بيدي فقط ما حكيتهاش لانه اذا حكيتيها راح تتخبش وراح تفقد اللمعان تاعها. هنا بالنسبه للفيديوهات من هذا النوع اللي نسموهم تحفيزيه ولا اللي نسموهم تحدي الكسل، صدقوني البنات عندهم طاقه كبيره على انهم يحفزونا وعلى انهم يخلونا ننشطوا اكثر ويعطونا طاقه كبيره ان نوضوا ونديروا شغلاتنا. حتى حنايا انا وحده من الناس كيجيني كي نفشل ولا تجيني مثلا الكسل نتفرج هذا النوع، نتابع القنوات اللي يديروا هذا النوعيه من الفيديوهات نتحمس
والنوض اذا عندي اشغال يعني كنت مأجلتها ولا اشياء مانيش مأجلتها فقط فشلت عليها، النوض نديرها نورمال، والا يعني كامل رانا نعرفو نديرو الشغل. شكون فينا اللي ما تعرفش تغسل الحمام تاعها، ولا شكون اللي ما تعرفش تغسل ماعينها، ولا شكون اللي ما من الافكار اللي راني نمدهم، ولا كاين افكار بزاف اكيد نمدهم، كاين ناس ما يعرفوهمش وكاين ناس يعرفوهم. علاش هكذا؟ اذا كاين واحد يعرف حاجه ما نقدمهاش، فاكيد اذا كاين واحد يعرف كاين اخرين ما يعرفوش، كاين واحد يديرها بطريقه، كاين واحد يديرها بطريقه اخرى، كاين واحد يحب يسمعها من شخص وما يحبش يسمعها من شخص اخر، ريتم تاع شخص يعجبه اكثر من ريتم شخص اخر. قضيه نفسيات، قضيه اذواق، قضيه اختيارات. المهم البنات، هذا هو يعني هذا هو السبب في اني نقدم هذه النوعيه من الفيديوهات، واللي بزاف مؤخرا، خاصه مؤخرا يعني كنت نحط لكم ساعات في البوست، نحط لكم بوست في المنتدى نقول لكم واش نوعيه الفيديوهات اللي تفضلوها. نلقى باللي نسبه كبيره منكم يقولوا لي نحبوا الروتينات، ونحب روتينات كنتيه بالذات، يعني لانه كل انسان عنده شخص يحب يشوفه، فاكيد انا ثاني عندي ناس يحبوا يشوفوا روتيناتي انا بالذات. على بها راني نحاول اني نوفق ندير روتين وفي نفس الوقت نصور فكره وحدها في فيديو. اذا عندي وصفه وحبيت يعني نقدمها لكم نصورها باذن الله، باش هكذا تكون القناه متنوعه ونحاول اني نرضي جميع الاطراف. ولانه القناه هذه الله يبارك، شوفوا قداش فيها يعني المشترك، ولا شحال رانا من اخت هنا معنا، كل وحده عندها اذواقها، كل وحده عندها الحاجه اللي تحوس عليها عندي انا في القناه. نتمنى انه الفكره وصلت. هنايا نظفت الدوش تاعي كما تعرفوا عادي، يعني ماشي تنظيف عميق، غسلته عادي بالايزيس وشاولا والجافيل، غسلت وشيحت. بالنسبه للاخت اللي سقساتني قالت لي بلي الفايونس تاعي يحكم لي لتراس، هنا ضروري اذا الفايونس تاعك يحكم لي تراس لانها ذكرت النوعيه نتاعو، ضروري انك تمسحيه. قد ما تغسليه تمسحيه بكتانه ولا منشفه شايحه يابسه، تمسحيه مليح بعد كل غسيل. صدقيني مش راح تعاني من ليطاش هذا ولا من الشهوبيه، مش راح يشهب لك، فقط امسحيه. ولا بتمسحيه مثلا ورق الحمام بابي جينيك ولا راح، لكن من الاحسن منشفه باش ما تستهلكيش بزاف، منشفه شايحه ميكرو فايبر ولا اي نوع يعني تعرفيه يعني يمصلك الرطوبه ويمصلك البلل، امسحيه وان شاء الله مش راح تشوفي التراس هذو ولا الشهوبيه هذه من بعد. هنا غسلت هذه البلاستيكات تاع الحمام تاعي، كل وحدة واستخداماتها، اللي تغسلي فيها القش، واللي تغسلي فيها الألعاب، واللي تغسلي فيها ملابسك، اللي تغسلي فيها ملابس أطفالك، كل حاجة واستخداماتها. أكيد ضروري مرة على مرة نغسلوهم، لأنه هذه الأمور خاصة اللي نستخدموا فيها الصابون تحكم لنا يعني التراس هذوك البيضاء هذيك. هنا يا رجعت كلش المكان. والبنات حبيت نهضر لكم على هذا الزيت تاع السمسم، زيت اللوز، صراحة يعني روعة، منتجات أبو سعد صراحة رائعة عن تجربة. البنات مانيش غنغرب بيكم، هذا ثاني شامبو رائع للشعر، مع أنا الشعر تاعي أحرش شوية لكن صراحة رجع لي شعري ما شاء الله، نمشطو بكل سهولة. جربوه وإن شاء الله ينال إعجابكم. تشاو البنات، هذه بطة تاع بكري، تاع كوكوني تاع بكري، من عرفت تذكروها ولا لا؟ محطتها ساعات ندير فيها كي نحب ندير خلطه ولا ماسك ولا ندير فيها، ودائما يعني تعجبني. هنايا فرشت الطابي هذا، البنات روعه ما يزلكش، خاصه اللي عنده كبير في السن ولا طفل صغير ما يزلكش في الدوش. وهنا ويعني نستخدمه فمان في المطبخ تحت الحوض، يعني يعجبني صراحة، ونغسله يعني كل مرة، سهل الغسيل سهل التنظيف. هنا بديت في المحاجب نتاعي، هذه هي الطريقة نتاعي، نجيب زوج نحاول اني نفتحهم نص فتيح، يعني ما نفتحهمش مليح، نفتحهم النص ونحط لاصوص تاعي. ومن الاحسن تفتحي واحدة كما لاحظتوا اكبر من واحدة، الكبيرة نحط فيها لاصوص، والصغيرة باش كي نهزها بما انها راح تتجبد، باش مع نهزها كي تتجبد شويه تعود قد الاولى، ما يعني قد نفس الحجم.
هنا نوزع، نحاول نوزع لاصوص تاعي، كل واحد واش يحب، كاين اللي يحبها مدوسيه، كاين اللي يحبها فارغه، كل واحد يحاول يوالف شحال الكونتيتي اللي يحب يديرها، ونهزها ونحطها مباشره فوق الطبقه الاولى ونغلقها. البنات انا هذه المحجوبه يعني ملي كنت صغيره بديت نديرها، على بيها تلقاوني يعني نديرها بسهوله. نتوما ما تفشلوش، ما تقولوش بلي طريقه صعيبه، طريقه سهله جدا وبالعكس عمليه في دقيقه. دي كونتيتي كبيرة، خير ما تقعدي ديري في المحاجب هذوك، واحدة تحكم لك وقت كبير، وكل يعني واحد وذوقه، كل واحد كيفاش يحب المحاجب. هنايا كيما تشوفوا نهزها ونقعد نفتحها كيما هاك، من الاحسن انك تحطيها في الوسط فوق يدك، لانه الوسط في العاده كي تفتح لك يشبت لك لاصوص قادر تتقطع لك. وقعدي الاطراف، لانه الاطراف في العاده ثاني يكونوا خشن، وقعدي جبديهم هكا بيدك وحاولي حركيها بالتدريج، راح تدربي. ونحكمها بهذه الطريقه بالظهر تاع اليد نتاعي، واني حطيتها لكم هنا بهذه نفس الطريقه، نحطها في الطاوه، نقلب يدي ونجبدها بحيث انها تجيني بالشكل هذا الدائري. كيما تشوفوا تجي ما شاء الله، احيانا تنفخ ترجع منفوخه وتطيب طيب بالبخار تاعها. تحبي ديري لها زيت ديري لها، تحبي تضربيها فوق الدقيق تضربيها، كل واحد والرغبه تاعو، كل واحد وش يحب. وكيما قلت لكم تختصر الوقت هذا المحاجب، بحيث انك بيت بيت تكملي وحده، تقدر تغدي شخص، تقدر تغديه تشبعه، وكل واحد اكيد وشاهدوا كيفاش. هنايا كيما تشوفوا الطياب تاعها ما شاء الله، نتمنى انه تعجبكم. نتمنى انه تعجبكم. قال لك حوحو يشكر روحو. هنايا كانت سخونه وكنت نقص فيها، كانت تغلي هذاك من هبطت من طابونه. اللي تشهت ولا اللي سخفت نقول لها سمحي لي، حقك في الجنه ان شاء الله. واللي وعلاش لا نوضو ديروها طيبوها بطريقتي، بداو تدربوا عليها وماذا بيا تنجحوا فيها. يعني هنايا فضل لي شويه دقيق بعد ما فضت لي عجينه، بعد ما فضت لي العجين، بعد ما فضت لي لاصوص، درتهم مسمنات للقهوه. البنات انا اذا لاحظتوا ما نطيبش بزاف يعني حلويات، ولا ما نطيبش بزاف هكا مسمن، ولا لانه ما نتقهوش. إلى اللقاء إن شاء الله في فيديو قادم.